ريشا، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ تفضل. هاي ما جزي بيتي ليوتر في الواقع توقعت أكثر، يعني خاب ظني. أسامة حمدان، اعتقدت أن أسامة حمدان استراتيجية، الشخصية استراتيجية وجدية أكثر، وما سمعته كان ضحلا جدا وفيه الكثير من الشعارات الفارغة. لم يذكر أن حماس بدأت بالحرب في 7 أكتوبر. هذه صفة لدى هؤلاء القادة في أن يستخدموا السكان والمواطنين ويلقوا بالذنب على الآخرين. كنت متأكدا من أنه يحاول أن يتبرع بجزء من الأموال الموجودة عندهم وعند حماس ككل للشعب، وأن يبتعد عن هذه الشعارات. نعم. إذا ما تحدثنا قليلا عن استمرار العمليات داخل قطاع غزة، تقييمك لهذه المرحلة؟ يعني اليوم كتائب القسام بثت صور وفيديوهات ربما صعبة على الجانب الإسرائيلي. نخون صحيح. أولا عندي ملاحظة بالنسبة للجزيرة التي تتصرف بحرية وتري ما تريد في قناتها، وأعتقد بأنهم سيحاسبون على ذلك مستقبلا. بالنسبة للحرب، قلت هذا حتى هنا في هذا الاستوديو عدة مرات، أن هذه الحرب ستكون صعبة وطويلة. هذه ليست ضربة وانتهى الأمر. أمامنا عدو يتخندق تحت الأرض وحضر لهذه الحرب منذ سنوات، مع الكثير من الأموال، من الأدوات التي وصلته من إيران وأمور أخرى وصلته من حزب الله. يجب أن لا ننسى ذلك. إن حضرت لحرب وكان أمامي 3 أو 4 سنوات وعندي أموال كثيرة، فأنا سأكون قوي جدا. نحن نعمل، ثانيا نحن نعمل تحت قيود القانون الدولي، قانون الحرب. لو لم تكن هذه القيود، فأعتقد بأن الجميع يعرفون أن غزة كانت ستبدو بشكل آخر. أن إسرائيل لا تلتزم في القانون الدولي، وبحسب الدمار الذي نراه في قطاع غزة وتهجير السكان من بيوتهم وهذا القصف الكثيف والعنيف، يعني في نهاية المطاف فهناك من يعارض ما تقوله. أنت تطرحين نقطة مهمة جدا. أقترح علينا أن ننظر من وراء أكتافنا إلى سوريا، ليس بعيدا عنا. هناك سترون كيف تجري حربا بخلاف قوانين الحرب. لا يوجد حساب ولا محاسب. أما في قطاع غزة، للأسف أنا آسف فعلا، لأنني أعرف سكان غزة، أعرف السكان، كان لي زبائن من هناك وأصدقاء وأنا خدمت في غزة. ولكن ما فعلته حماس أنها حولت كل مدرسة، مسجد، عيادة، مستشفى إلى مقر، أو أن هناك فتحة لأنفاق أو مخزن لتخزين الأسلحة. إذن لماذا، ماذا توقعت؟ أن تبدأ بهذه الحرب ونجد نحن أنفسنا نتعامل مع سكان، حتى عندما نرى الأفلام فإننا نراهم يقاتلونهم يلبسون اللباس المدني. لماذا؟ لكي يقولوا أن إسرائيل قتلت مواطنين. هذه شعارات فارغة. حماس دمجت السكان في قياداتها، في سلاحها، وللأسف هناك ثمن لمن يبدأ بالحرب، وهذه فقط البداية. نعم، هناك من يتوقع عكس هذا، أن ربما يعني وصلنا إلى نهاية المعارك في قطاع غزة. ابقى مع أستاذ غريشا. أرحب بالخبير في الشأن الصحفي المختص بشأن. لا تتفاجئي إذا أحدهم خاب ظنه. نعم، أرحب بسهيل ناصر الصحفي المختص بالشأن الفلسطيني. بك معنا سهيل، تضعني في صورة الوضع، آخر التحركات والمجريات الميدانية، وإن أردت التعقيب على ما طرحه هنا ضيفي غريشا في الاستوديو، هل برأيك تلتزم إسرائيل بقواعد الحرب المعروفة؟
نهائيا لم تلتزم ولن تلتزم بقواعد القانون الدولي داخل قطاع غزة، والميدان شاهد. الكثير من شهود العيان، وأنا على من أحد شهود العيان الذي أرى الأمور كيف يتم التعامل داخل قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي مع المدنيين، كيف يطلب منهم بحجة أن هناك مناطق آمنة وفي المقابل لا يوجد مناطق آمنة، ما يتم نقلهم من المدنيين أو طلب لنقلهم إلى مناطق معينة هي فقط لإجراءات استخباراتية وأمنية فقط لا غير، والقصف يطال كل المناطق شمالا وجنوبا وفي كل الأماكن. أين يكمن خطر 1% بالنسبة للجيش الإسرائيلي يستهدف المربع السكني بالكامل ويقتل العشرات بل المئات الآن أصبح عمليات القتل. أنا أريد أن أحدث عن قبل التطورات الميدانية، يعني منذ اللحظة الأولى التي كان بها نتنياهو رئيسا للوزراء، هو الذي وافق على إدخال أموال إلى قطاع غزة، وكان هناك تطلق قذائف صاروخية من أجل الضغط على نتنياهو أيضا لتمرير أموال إلى حكومة حماس أيضا من خلال قطر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان يعلم هناك معلومات لدى الجانب الإسرائيلي، وقد في سنوات سابقة أيضا كشف العديد من الأنفاق على طول الحدود الشرقية، وبالتالي هذا أمر ليس مستغربا للحكومة الإسرائيلية. ثالثا، أن الحكومة الإسرائيلية أيضا كانت تعلم بأن القدرات العسكرية لحركة حماس تتفاقم وتتطور داخل قطاع غزة رغم الحصار المطلق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والذي بالأساس هو يستهدف المدنيين، وبالتالي كلها وأن حركة حماس تتحرك ولديها حلفاء ووحدة الساحات وغيرها من الأمور، وبالتالي كل هذا الأمر ربما ماذا كانت تنتظر إسرائيل. أنا لو أتحدث بشكل لست فلسطينيا على سبيل المثال، وإن كان أقرأ من بعيد عن طبيعة الصورة، كيف كانت إسرائيل تتعامل في هذا السياق؟ هل كانت تنتظر يوم 7 أكتوبر حتى تدمر قدرات حماس العسكرية؟ إذن هنا نقطة مهمة بأن إسرائيل ربما تتعامل وفق مصالحها، وأنا أرى بأن نتنياهو الآن يتعامل في قطاع غزة وفق مصالحه الخاصة فقط، وبالتالي في هذا السياق هو لا يأبه لا لحياة الجنود ولا يأبه أيضا لحياة المستوطنين ولا حتى لحياة السكان في إغلاف غزة. وكان هناك الكثير من التصريحات الكاذبة التي في الوقت الذي يتحدث فيها أن مستوطنات الغلاف سوف أصبحت الآن تعيش في أمان، وتصريحات كثيرة لو رجعنا إليها ثاني يوم أو بعد أيام يكون هناك انطلاق قذيفة صاروخية لكي لإفشال ما يتم الحديث عنه أو ما تحدث عنه نتنياهو حول طبيعة بأن هناك سيطرة إسرائيلية، وبالتالي هي تجعل حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة ضمن قدرات عسكرية معينة ولا تستطيع التأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية. ولكن الواضح بأن رئيس الوزراء الاحتلال نتنياهو يتعامل مع هذه الأمور وفق مصالحه الحزبية والشخصية، وهذا هو واضح الآن من خلال استمراره بالنهج الذي يسير به داخل قطاع غزة وطريقة التعامل مع الفصائل الفلسطينية داخل القطاع، وأيضا عدم سماعه لأطراف أخرى للحديث عن إتمام صفقة إلا أن تكون، يعني أنا حتى أرى بأن نتنياهو الآن بدأ من خلال المشاورات التي تتم يريد أن يحفظ ظهره في الوقت الذي يتم فيه ويكون فيه مناشدات، بضرورة أن يستقيل نتنياهو لأنه دمر الكثير دون أن يحقق إنجازا واحدا للحكومة الإسرائيلية أو حتى للشعب الإسرائيلي. نعم سهيل، ابقى معي. أستاذ جريشة، بالإضافة لما تحدث عنه سهيل ناصر من قطاع غزة، الآن خلال المؤتمر الصحفي المستمر للقيادي في حركة حماس أسامة حمدان يؤكد مجددا على أنه لا تفاوض على أي صفقة تبادل الأسرى حتى تتوقف المعارك، ويبقى السؤال هل يمكن أن تقبل إسرائيل بهذه الشروط من قبل حركة حماس، الشروط الحمسوية، في ظل استمرار الحراك والضغط الشارع كما رأينا قبل قليل؟ سأجيبك بعد 10 ثواني، ولكن أريد أن أعلق على ما قاله صديقنا من غزة. هناك تقرير SOID وهو يتحدث عن أن 18% فقط من المباني في غزة أصيبت، وليست أحياء كاملة وكل هذه الأشياء الغير موثقة. حماس وإسرائيل لرأيي ارتفع إلى
إلى شجرة، صعد إلى شجرة لا يعرفان كيف ينزلان عنها. حماس بنت على الضغط الإنساني والضغط في داخل إسرائيل، وهو يريد الصفقة بعد أن يتوقف الحرب، وليس وقف إطلاق نار وإنما توقف الحرب، وثانيا ترميم غزة. هو يعرف أي تهم سوف توجه إليه، وهذه شجرة عالية، وهو يعرف أنه لن يحصل على هذا، ولذلك هناك مفاوضات. أنت تقدم مطالبك لتنزل شيئا فشيئا، وإسرائيل من ناحية ثانية تقول بأنها غير مستعدة لإيقاف الحرب. تعالوا نبدأ بتحرير الأسرى وبعد ذلك سنتحدث عن إيقاف الحرب أو إيقاف النار وإلى آخره. هنا أيضا إسرائيل على شجرة عالية جدا، الطرفين مد خطا عاليا جدا، والآن الطرفين في النرويج والمحادثات هناك، عليهما أن يصل إلى نقطة توافق. أخيرا، ماذا عن الجبهة الشمالية؟ نتبقى لي الكثير من الوقت، بجملة لو سمحت. مواجهة في الجبهة الشمالية هي شيء لا مفر منه، والسؤال متى. ونكتفي بهذا القدر. الأستاذ غريشا ياكوبوفيتش، ضابط سابق وخبير في الصراع الإسرائيلي فلسطيني، شكرا جزيلا لك. ومن